لقد ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاء عظيما لم يبتلى به أحد مثله. توفي والده وهو حمل في بطن أمه، ثم توفيت والدته وعمره 6 سنين، ثم توفيت زوجته الوفية خديجة بنت خويلد، وكذلك توفي عمه أبو طالب الذي كان يحوطه وينصره، وأخرج من بلده، وقتل جمع من أصحابه، ومات له 6 من الولد من الذكور ومن الإناث، وشج رأسه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه. يقول كما في مسند الإمام أحمد: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواريه إبط بلال، أي شهرا كاملا وليس عنده من الطعام إلا ما يواريه بلال في إبطه. قال بعض أهل العلم إن ذلك كان في ذهابه إلى الطائف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.